التانجو ابتدى في جنوب أرجنتينا، والفترة دي كانت سنة 1910 أو من 1900 ل 1910، ودي كانت بداية التانجو في العالم. Tango is a very special dance. It's a dance that comes from the heart. It has a lot of emotion, passion, sensuality. بحس ان انا سبت كل هموم دراستي ومشاكل اللي في البيت، مشاكل ممكن مع اصحابي. Pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. احلى واكبر دانس في الدنيا كلها. ممكن تعبر عن نفسك لو انت you're sad، او لو انت مبسوط، او لو انت in love، او لو انت متضايق من حاجة. اي ايموشن عندك او اي نوع من المشاعر ممكن بتطلعها في التانجو. الجولدن ايرا بتاعت التانجو كانت بدايتها 1940. الفترة دي ابتدى يظهر فيها ميوزيشنز اكتر وسينجرز اكتر، طوروا في المزيكا وحطوا انسترومنتس مختلفة في المزيكا بتاعت التانجو، فقدروا ان هم يضيفوا شيء للمزيكا. Adelante, mi buen corazón. دي هواية زي أي هواية، وممكن لو أنت فاشل في حاجة تانية وبس نجحت في ديت، سيلف استيم بتاعك بيعلى وبتحس إن أنت فعلا بتحقق حاجة منها، حاجة بسيطة جدا. Y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. كانت الآلات المستخدمة primitive جدا، كانت البندنيون، والبندنيون دي آلة شبه الأكورديون وهي ضخمة جدا، واللي كان بيلعب البندنيون ده كان دايما بيقولوا إن هو محتاج يتنفس إن وأوت عشان يلعب البندنيون. كان من ضمن الآلات برضه المستخدمة الفايلن والبيانو والكونترباس. والكونتر بس هو القلب التانجو، لان هو اللي كان هو ده اللي بيدي البيت بتاع التانجو. The connection is very important. It's two persons, four legs, but one heart. Otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción. انت بتبقى لمدة 3 دقايق انت عايش نوع من انواع عايش علاقة قريبة جدا ما بينك وما بين الشخص اللي انت بترقص معاه ده. فعلا بتبقوا جسم واحد او بتبقوا روح واحده لمده 3 أو 4 دقائق لفتره الاغنيه، سامعين نفس الحاجه، بتتحركوا على نفس الريتم، بتغلطوا نفس الغلطات، بتتحركوا بنفس السبيد، بتتحركوا بتبقوا فعلا جسم واحد وروح واحده لمده 3 أو 4 دقائق. Y en un café se refugió. Y afuera el mundo continuaba sin razón. من الحاجات اللي بتميز التانجو برضو حرية الحركة على الدانس فلور. ما انتش مرمود، ما انتش محدد ترقص في متر او مترين. انت قدامك، لو قدامك ملعب كورة تعرف ترقص عليه كله،
لو قدامك مكان واسع هتعرف تتحرك عليه بمنتهى الحريه، وحتى لو مكان صغير هتعرف تتحرك. التانجو مش مجرد رقصة، التانجو فلسفة. مش بقول فلسفة ان هي حاجة صعبة انها تتفهم، بالعكس هي بساطتها هي الفلسفة بتاعتها. راجل بيكتب يرقص مع بعض على الدانس فلور بمنتهى البساطة. الفكرة كلها بتتكون في ايه؟ باستشر بتاع الراجل عامل زي الفريم بتاع صورة، وبنت ماسكة جوه الفريم ده، او هي الصورة اللي جوه الفريم، الفريم ماسك الصورة والصورة جوه الفريم، بتبقى الشكل مكتمل. En adelante solo habría después.